بدأ البرلمان العربي اليوم جلسته العامة السادسة والأخيرة من دور الانعقاد الثاني برئاسة الدكتور مشعل بن فهمة السلمي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. نذهب بكم مشاهدينا لمتابعة جانب من هذه الجلسة. أطرافها تتعدد بين الدول، بين منفذ في دولة ومخطط أو ممول أو داعم في دول أخرى، وهذا أمر يقتضي ضرورة التعاون لمكافحة هذه الجريمة. هذه الجريمة هي الخطر الداهم على الأمن القومي العربي. الإرهاب عدو الإنسان لأنه يستبيح الدم والمال والعرض، وعدو الأديان لأنه يتمسح فيها ويسيء إليها ويصمها بما هو ليس فيها، وعدو الأوطان لأنه يتطاول عليها فينال من أمنها ويروع مواطنيها، بل ويصل إلى حد تمزيق النسيج الوطني في الوطن الواحد. وأكدنا أيضا أن الإرهاب جريمة وليدة فكر متطرف، وأن المواجهة لا بد وأن تكون مواجهة شاملة فتشمل الخطاب الديني والخطاب الثقافي والخطاب التعليمي والخطاب الإعلامي، فتكون المواجهة والتنمية في داخل الدولة، فتكون المواجهة شاملة حتى نكتس الإرهاب من جذوره. الأمة العربية ذاقت مرارة الإرهاب أكثر من أي منطقة أخرى في العالم حقيقة. أنه معالي الرئيس، وشكرا للسادة الأعضاء. طبيعي أنه يعني الوثيقتين اللي اشتغلت عليهم اللجنة، أتمنى على السادة الأعضاء لأهمية هذه الوثائق أنهم يزودوا اللجنة قبل الجلسة القادمة بملاحظاتهم وترسل إلى الأمانة العامة، وأتمنى أن ترسل هذه الملاحظات حتى تكون جاهزة في الدورة القادمة. هناك ملاحظات شكلية، هناك ملاحظات مضمونية كلها مقبولة يعني، ومن الممكن أن تقدم في من له ملاحظات تقدم في شكل مكتوب. الأخت دلال أشارت إلى العديد من الملاحظات وهي ستعطيها لنا مكتوبة، فيمكن تضمينها وإثراء الوثائق بهذه الملاحظات. الأخ علوي من اليمن قال اللجنة لا تعلم أو تخاف. اللجنة علمت وتعلم وستعلم ولن تخاف. علمت لأنها أصدرت بيانات فيما ذكرته، صخيرات أضمن اتفاق الصخيرات الليبي أصدرنا فيه تقريبا 4 بيانات. اليمن على ما أظن حتى الدورة القادمة كان فيه بيان، ونحن نعمل اصبر عليها، انا صبرت عليك، شفت اللجنه السياسيه كم هي ديمقراطيه. لو بس تتركوا معالي رئيس اللجنه يجيب على التساؤل. البيانات اللي تخص الدول، يعني عاده ما نعطي الاولويه للعضو الذي هو من الدوله باعتباره ادرى منا لانه اقرب الى الواقع. صحيح نحن نمثل كلنا الشعب العربي وهذا هو القسم الذي اديناه، ولكن نقول دائما بان العضو الذي ينتمي لتلك الدولة يكون أقرب معايشة ومماحكة وتجذرا في قضايا بلده أكثر منا، ولذلك نترك له الأمر. والأخ مهدي لم يقصر في هذا، فكان فيما سبق أنه قدم لنا مقترح بيان وقبلته اللجنة وتفاعلنا معه. الأخ البياتي أيضا عندما طلب بيان تقريبا ليس هناك مشكل في هذا الاتجاه، لكن أيضا حاولنا أن نتفادى تكرار أنفسنا، أن نكرر أنفسنا في كل مرة، فهذا يصبح يعني عمل فيه تكرار. الشيء الثاني في هذه القاعة في الجلسة الفارطة،
جاءوا تقريبا 7 احتجاجات. والله اللجنة السياسية انت متاع بيانات. انا اتمنى على السادة الاعضاء الافاضل انهم يحددون الرؤية، نصدر بيانات ولا ما نصدروش. ويومها قلت انا ان اللجنة السياسية لا تملك جيوش ولا تملك سلطة تنفيذية وليست لها صواريخ وليست لها اموال، تملك الكلام، والكلام في بعض الاحيان وانت سيد العارفين قد يكون اقوى من الصواريخ. اذا فالموضوع ليس كما قلت اخي علوي، بالعكس يعني اللجنة السياسية، ويشهد السادة الاعضاء بانه حتى امس نحن لو انا ادعوك